بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة الرابعة في الكورس اسمها Flow Hemodynamic. بص يا سيدي، وظيفة الدوبلر انه بيشوف الدم اللي ماشي في الفيزلز. الدم اللي ماشي في الفيزلز ده بيطلع من اول الهارت، بيمشي الدم في انبوبة كده في مسار اسمه أرتري، بيروح لأي حتة في جسمك، أي حتة تتخيلها، أي أورجان تتخيله، الإيد مثلا، لو رسمنا الإيد كده بصوابعها، بتروح للإيد، ماشي، يديله دم مغذى بالأكسجين، وبعدين يقوم راجع الدم ده في مسار تاني اسمه الفين، يرجع للإيه؟ للدم، يرجع للقلب، الدم الدي أكسجينيتد أو اللي مليان CO2. طيب، الدم كده رجع للقلب مليان CO2. القلب يبدا يعمل دوره تانية اسمها دوره البالمونري، يطلع الدم ده عن طريق حاجه اسمها بالمونري ارتري، يوديه لللنج، الرئه، يوديه للرئتين، الرئتين تاخد الدم بقى اللي راجع من الفين ده، تاخد الدم اللي راجع من الفين اللي هو الدم الازرق، تاخد الدم الازرق اللي راجع من الفين ده توديه عند الرئه، الرئه تبدا تعمل عمليه التنفس وتطلع لي السو تو بره وترجع لي دم تاني مليان اكسجين للقلب. ترجع الرئه ترجع دم تاني مليان اكسجين للقلب، ويبدا الدم يطلع في الشريان مره اخرى. يبقى انا عندي في دورتين دمويتين، حتى العلماء قالوا سموها كده، قسموا ان دي الدوره الدمويه الكبرى اللي هي طالعه من القلب مليان اكسجين، الأعضاء بتاع جسمك زي الإيد والرجل والبرين والليفر وكل حتة في جسمك، ويرجع لك دم مليان CO2. الهارت يبدأ يودي دم لللنج عن طريق حاجة اسمها الدورة الدموية الصغرى. حد عارف مين المكتشف الدورة الدموية؟ أيوه، السلام، السلام على الثقافة. طيب، ابن نفيس ده كان مكتشف الدورة الدموية الكبرى ولا الصغرى؟ ابن نفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى ولا الكبرى؟ حلو، الصغرى. طب مين اللي مكتشف الدورة الدموية الكبرى؟ هارفي، ممتاز. طيب، ابن النفيس كان عايش فين؟ أصلا بلده إيه؟ عشان نحيي الناس اللي من بلده. ابن النفيس بلده إيه؟ أيوة، دمشق أظن. ده أنت من سوريا يا منور. دمشقي صح. ماشي، انت من حلب يعني، مش شام يعني. ماشي، ممتازين. طيب، وويليام هارفي، بلده ايه؟ ايوه، ممتاز، ممتاز. طيب، بس احنا كده بناخد شويه معلومات كده يعني، نلعب. حد كان عارف؟ طبعا انا عارف طبعا ان احنا ايه، ما بنشغلش دماغنا بالتفاهات دي، احنا ناس دكاتره ما لناش دعوه باي حاجه في الدنيا، احنا ناس دكاتره ويعني الكلام ده كلام فاضي، انا مايل انا ويليام هارفي بلده ايه. طيب، خلينا نتكلم في الكلام التاني بجد بقى. يبقى انا عندي في دوره دمويه صغرى ودوره دمويه كبرى. احنا وظيفتنا النهارده هنتكلم عن الدوره الدمويه الكبرى، اللي هو الدم طالع من الهارت عن طريق الشرايين للاجزاء بتاعه الجسم المختلفه، وبعدين راجع عن طريق، كنا ادبي، ايوه صح، احنا داخلين طب من ادبي، انا حاسس كده، احساس، مش عارف ليه احساس بيراودني بين الحين والاخر، عن طريق الفين. تمام كده؟ تمام. طيب، هندرس ايه النهارده؟ هندرس شكل الدم في الشرايين. الدم اصلا هو ماشي في الشرايين ازاي؟ طيب، يعني دي زي عربيات ماشيه، جوه الشريان كده، جوه الطريق اللي اسمه الشريان. الخطوه الثانيه اللي هندرسها، ماذا لو الدنيا كان في اصلاحات في الطريق ده او انسداد في الطريق ده، العربيات دي هتتصرف ازاي؟
هتتحشر هنا كده ازاي عشان تعدي الحته الضيقه دي. يبقى هنتكلم عند الاستينوزس بيحصل ايه. طيب هل هو مبدئيا كده احنا كل ده بندردش عشان ما نخش نتكلم عن الموضوع، نتكلم بشكل تفصيلي شويه. الدم هو طالع من الهارت، الدم هو طالع من الهارت بيطلع في حاجه اسمها ايه؟ بيطلع في حاجه اسمها الاورطة، صح كده؟ الاورطة، صح كده؟ بعد كده بيبدا الدم ينقسم لحاجتين كبار قوي، مش اناتومي بس، حاجتين كبار قوي في التقسيمه، اعضاء مهمه واعضاء اقل اهميه. طبعا كل حاجه ربنا خلقها في الجسم مهمه، بس نقدر نقول في حاجات اكثر اهميه من حاجات، زي مثلا البرين، زي الكيدني، زي الليفر، تمام، زي البلاسينتا، يعني اكوردنج للحاجات. في حاجات اقل اهميه شويه زي الايد، الرجل، صح كده؟ طيب بيبدا رد فعل الجسم بيختلف من العضو ده للعضو ده. في الاعضاء اللي اهميتها كبيره تلاقي الكابيلاري بتاعتها واسعه، حاجه اسمها الكابيلاري اخر حته في الشرايين بتاعتها واسعه. ليه الكابيلاري بتاعتها واسعه؟ عشان تستقبل دم كتير من الشرايين، عشان تستقبل دم كتير ما تعملوش اي مقاومه. وتلاقي الاعضاء الاقل اهميه زي الايد والرجل او القدم يعني وكده، تلاقي الكابيلاريز بتاعتها ضيقه. ليه الكابيلاريز ضيقه؟ عشان تقاوم، تخلي الدم يخش لها بصعوبه، تخلي الدم يخش لها بصعوبه، فبالتالي اغلب الدم يروح للاعضاء المهمه. طيب ماذا لو الاعضاء دي فتحت الشرايين، فتحت الكابيلاريز بتاعتها، هتتحول ان هي الجسم هيفهم ان هي اعضاء ايه؟ الجسم هيبدا يفهم ان هي اعضاء مهمة، صح كده؟ مهم. الجسم هيبدأ يفتكر إنها أعضاء مهمة. طيب تعالى بقى نبدأ نشوف القصة دي ماشية إزاي معانا واحدة واحدة بالراحة. بص يا سيدي، ده إنسان زينا كده، سبحان الله، ده إنسان كده زينا سبحان الله، شايف اللي هو عامل إيده كده ده، ماشي؟ راجل محترم عنده سكس باكس زينا كلنا في الابدومن، ان شاء الله راجل رياضي، تمام. بص الهارت ده عامل زي مضخه عماله تزق الدم اللي طالع منها، تزق الدم يمشي في الاحمر ده اللي اسمه الاورطة، الهارت لو لاحظت حضرتك بيتعرض لحاجتين، مرحله بيبقى واسع اسمها انبساط، ومرحلة بيبقى ضيق اسمها انقباض. انبساط وانقباض. في لحظة الانقباض الدم بيطلع يمشي في الأورطة. لما الهارت يبقى منقبض يبقى ضيق صغير، الدم بيمشي في الأورطة. طب وفي لحظة الانبساط الدم بيعكس ولا يفضل برضه يمشي في الأورطة؟ يعني أثناء الكونتراكشن بتزق الدم في الأورطة، أثناء الريلاكسيشن الدم بيرجع من الأورطة ولا بيمشي برضه في الأورطة؟ إيه رأيك؟ لا انا بتكلم على الاورطه دلوقتي، الاورطه نفسها بيفضل يمشي برضه، الدم ما يرجعش من الاورطه، بيمشي قليل، صح كده؟ لو الدم رجع من الاورطه للهارت، يعني عندي الهارت اهو، وادي الاورطه اهو، طالع الاورطه من الهارت اهو، الدم ساعه الانقباض الدم بيروح بيمشي بسرعه، ساعه لما الهارت بينبسط الدم بيمشي برضه في الاورطه بس ببطء. لو الدم عكس في الاورطه بنسمي ده حاجه اسمها ايه؟ اورتيك ريجيرج، يعني الدم بيرجع، وده غير مسموح، امال الهارت بينبسط ليه؟ بينبسط عشان يستقبل الدم من الاورطه ولا من حاجه ثانيه؟ بيستقبل الدم من الازرق ده اللي هو اللي اسمه السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، تمام كده؟ يبقى الدم اما بينقبض وينبسط بيزق الدم في الشرايين، في كلتا الحالتين الدم خارج من الهارت في الشرايين وبيرجع في الازرق ده اللي اسمها الاورده،
تمام؟ طيب الهارت ده بيفضل ينقبض وينبسط طول ما حضرتك عايش، من اول ما تتولد لغايه ما تموت ما بيوقفش خالص، عمال يعمل لي حاجه اسمها الدوره الدمويه، وبيتحكم في الدورتين، الدوره الدمويه الكبرى والصغرى، يعني هو المضخه اللي بتتحكم في الاثنين، الدوره الدمويه الكبرى والصغرى. تمام. طيب بيبدا الدم يرجع لي عن طريق حاجتين اساسيين اسمهم السوبيريور انفيريور فينا كيفا، بيتجمعوا في حاجه اسمها الرايت اتريوم. الرايت اتريوم طبعا حضرتك وكلنا عارفين اكيد اللي قاعدين يعني كلهم عارفين ان الدم مكون او الهارت مكون من اربع غرف. كم مكون من اربع غرف؟ اثنين اتريوم، اثنين اتريوم، واثنين فينتريكل. صح كده؟ اثنين اتريوم واثنين فينتريكل. طيب يبقى الدم عندي انا عارف ان هو مكون من اربع غرف. جميل. يبدا الدم يتجمع عن طريق الاستراكشر ده والاستراكشر ده اللي هو السوبيريور فين كيفا، اللي مجمع كل تقريبا الجسم العلوي، يعني تقريبا كل جسمك فوق مستوى الهارت بيتجمع في السوبيريور فين كيفا، وكل جسمك تحت مستوى الهارت بيتجمع في الانفيريور فين كيفا تقريبا. تمام كده؟ طيب يبدا يتجمع كلهم فين؟ يتجمعوا في حاجه اسمها الرايت اتريوم. يبقى كل الدم بيتجمع، الدم خلي بالك الدم الدي اوكسجينيتد جاي عن طريق حاجه هنا اسمها السوبيريور فينا كيفا، وحاجه هنا اسمها الانفيريور فينا كيفا، وبيتجمع دم مليان سي او 2. بيتجمع فين؟ بيتجمع اول حاجه في الرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم يفتح عن طريق فالف اسمه ايه؟ حد عارف اسم الفالف اللي هنا ايه؟ بوابه كده موجوده هنا، حد عارف اسمها بوابه اسمها ايه؟ ايوه. يبدا يتجمع عن طريق حاجه اسمها تراي كاسبت فالف. افتكر اللي ناحيه الرايت هي التراي، افتكر اللي ناحيه الرايت هي التراي كاسبت فالف. التراي كاسبت فالف يعني ذو ثلاث اوجه او ذو ثلاث فالفات. تمام. يبدا يتجمع الدم السي او 2 ينزل هنا، ينزل هنا الدم اللي مليان سي او 2 في الجزء الثاني اللي اسمه الرايت فينتريكل. من الرايت فينتريكل يبدا يروح للدوره الدمويه الصغرى. فاكر القصه؟ تعالى نفتكرها تاني مع بعض. انا عندي الهارت اهو، الهارت اهو بيودي الدم في الاورطه في الارتري ويرجع له الدم دي اوكسجينيتد في الفين، وبعدين عن طريق دوره دمويه صغرى يودي الدم دي اوكسجينيتد لللنج، اللنج تتنفس ترجع له دم مليان اكسجين. الخطوة الثانية دي اللي الهارت بيطلع لللنج، الخطوة رقم اثنين دي بتحصل عن طريق ايه؟ عن طريق ده، عن طريق ده، ده اللي اسمه ايه؟ اسمه بالمونري فالف. بالمونري فالف يبدأ الدم يطلع عن طريق البالمونري فالف أو البالمونري أرتري، من البالمونري فالف للبالمونري أرتري يطلع لللنج. تمام كده؟ يبقى تعالى نشوفها تاني بقى، تعالى نشوفها تاني. الدم عمال يتجمع في الرايت، بعدين ينزل في الرايت فينتركل، يطلع في البالمونري فالف، يطلع لللنج. يبدا يرجع عن طريق حاجه اسمها بالمونري فين. يرجع يتجمع عن طريق حاجه اسمها بالمونري فين. يبدا يتجمع دم جاي، دم كويس احمر كده في الايه؟ في الليفت، في الليفت اتريوم. والليفت اتريوم يفتح في الليفت فينتركل، اللي هو بدوره، اللي هو بدوره هيبدا يوزع على الجسم كله عن طريق الاورطه بتاعنا. طيب ما بين الليفت فينتريكل والليفت اتريوم، الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، في فالف اسمه ايه؟ حد عارف؟ في فالف اسمه، في فالف اسمه مايترال فالف. مايترال فالف الناحيه الثانيه في تراي كاسبت فالف، ناحيه الرايت في تراي كاسبت، ناحيه الليفت في مايترال فالف. مايترال فالف. تمام. وبيبدا بعد كده الدم، سوري، بيبدا بعد كده الدم ينزل في الليفت فينتريكل ويطلع في الاورطه، يطلع في الاورطه يتوزع على بقيه الجسم، ويطلع في الاورتيك فالف. خلي بالك الدم دايما خارج من الاورطه، اوعى تقول لي ابدا ان الدم بيرجع في الأورطة. يبدا الدم يمشي في الجسم، يمشي والارتري تتفرع لارتريز صغيره لارتريز اصغر لغايه حاجه اسمها ارتريولز، وبعدين كابيلرز.
يعني حاجات صغيره خالص، يبدا يتفرع طرق صغيره خالص لغايه كابيلريز، ويبدا يعكس العكس في الفين، من فينز صغيره خالص لفينز اكبر لفينز اكبر، لغايه ما بيتجمع كل السوبيريور فينيكيفا، السوبيريور والانفيريور، السوبيريور بتاعت الجسم العلوي الجزء العلوي فوق الهارت، والانفيريور بتاع الجزء السفلي تحت الهارت، وبيبدا بقى يجمع تاني زي ما بدانا القصه، وهكذا القصه. تمام كده؟ يبقى احنا كده تقريبا عرفنا قصه الهارت ماشيه ازاي. طيب يبقى تاني الدم هو طالع في الاورطه بيطلع مره كتير ومره قليل، بس في كل الاوقات هو طالع من الاورطه، الدم عمره ما يرجع العكس، دي قاعده مهمه، دايما دم طالع من الاورطه مره كتير في الكونتراكشن او بنسميها السيستول، ومره قليل في الدايستول، مره كتير ومره قليل، ماشي مفهوم؟ بس كله في نفس الاتجاه، كله في نفس الاتجاه. طيب ممتاز. طيب بص كده، انا عايزك تفهم القصه دي، الدم اهو بص الدم ماشي، بس هتلاقيه مره اسرع اثناء الكونتراكشن، مره اسرع اثناء الكونتراكشن، بس كله ماشي في نفس الاتجاه. فاهم الفيديو ده؟ الكلام ده مهم جدا، انا عارف انه كلام المفروض ان هو كلام بدائي جدا يا دكتور عمرو، وكلام اكيد كلنا فاهمينه، بس معلش اسمعوا مني بالراحه كده، لان ساعات هنتلخفن كده في شويه حاجات في الاخر. الدم دايما ماشي في نفس الاتجاه من الاول. حلو. زي ما قلنا الدم بيطلع في الارتريز الكبيره لارتريز لارج ارتريز لسمول ارتريز لارتريولز لكابيلاريز. يبقى الارتري الاساسي اللي هو الاورطه للارج ارتري زي مثلا السبتليفيان كومن فيمورال كومن ايلياك الحاجات دي، بعدين السمول ارتريز زي الانتيريور تيبيال والبوستيريور تيبيال وكده لارتريولز شعيرات منها لكابيلاريز حاجات تحت مستوى عينه، ونحس نفس القصه الناحيه الثانيه كابيلاريز بعدين فينيولز بعدين سمول فين بعدين لارج فين بعدين الفينا كاف. يبقى الدم بيتجمع رايح وبيتجمع او بيتفرع رايح وبيتفرع جاي. قاعده لازم تحطها قاعده كده في دماغك ثابته، الدم بينتقل من الضغط العالي إلى الضغط الواطي. قاعدة حطها دائما أبدا طول حياتك في دماغك، الدم بينتقل من الضغط العالي إلى الضغط الواطي، أو مش الدم بس، أي سائل أو أي مادة بصفة عامة بتنتقل من الضغط العالي للضغط الواطي. محدش فينا بيحب يعيش تحت ضغط، صح كده؟ محدش فينا بيحب يعيش تحت ضغط، كلنا بنحب نعيش مستريحين، ماشي؟ نقول بقى بالراحة كده، نقول بقى بالراحة كده، الدم بيمشي في الشرايين بثلاث طرق، الدم بيمشي في الشرايين بثلاث طرق، بثلاث طرق. الطريقة الأولانية حاجة اسمها لامينر فلو، الطريقة الثانية اسمها بلاج فلو، والطريقة الثالثة اسمها تيربد فلو. تاني، الدم بيمشي داخل الأنبوبة اللي اسمها الشريان بثلاث طرق، لامينر فلو، بلاج فلو، تيربد فلو. لامينر فلو دي اللي هي ايه؟ اللي هي الدم كأن ده طريق، كأن ده طريق، وانت مقسم الطريق ده لحارات، حارة حارة أو لين، حارة أو لين، وبتقول والله الحارة اللي في النص هي تبقى أسرع حارة، دي العربيات ممكن تمشي فيها بسرعة مثلا 120 كيلو أو 150 كيلو، إنما الحارات اللي على الأطراف العربيات تمشي أبطأ بسرعة 60 كيلو آخرها. فده اسمه اللامينال فلو، وده تقريبا كل الشرايين بتاعت الابر ليمب واللور ليمب والكاروتيد، تقريبا كل الشرايين بتاعت الابر ليمب واللور ليمب والكاروتيد، يعني تقريبا كل منهجنا هنعتمد على اللامينار فلو. يبقى قاعده كده حطها في دماغك، دائما الجزء الوسطي في اي شريان هو الجزء الاسرع،
دائما الجزء الوسطي هو الجزء الاصلي. امال البلاد فلو دي عامل زي طريق، بقول لك الطريق كله امشي باي في اي حاره او في اي لين، بس كلهم بنفس السرعه، نفس السرعه، اي حاجه اي على الاطراف زي الوسط زي كل حاجه. وده تقريبا مش في حاجه يعني غير في الاورطه، في الثوراسيك اورطه، ويمكن في السب كليبيان ارتري بس تقريبا، ان السرعات على الاطراف زي السرعات الجانبيه، لان دم طالع من الهارت بكل سرعته، دم طالع من الهارت بكل سرعته. احنا تركيزنا الاساسي تفكيرنا الاساسي كله في رقم A اللي هو اللامينال فلو، اللي هو السرعات في الوسط اكتر بكتير من الجناب. الدم ماشي في الوسط بسرعه وفي الجناب ببطء. امال التربت فلو دي بتحصل امتى؟ بتحصل في حاجتين، لما الدم يبقى ماشي ويبدا يحصل اتساع في الشريان فالدم يقع وبعدين يرجع يلحق نفسه، بس مالك احسن، تحصل في حاجتين. التربت فلو بتحصل في حاجتين، ادي دم ماشي اهو، ادي شريان وادي شريان، الشريان ده حصل فيه اتساع، انيوريزم مثلا، حاجه اسمها انيوريزم، فالعربيه ماشيه كده جت وقعت هنا ومتلحقت نفسها وطلعت، والعربيه دي ماشيه كده فدي خبطت في دي، عملوا حادثه، لفت دي تاني كده، المهم حصل تربيديتي للفلو هنا نتيجه الاتساع. او العكس، العربيات ماشيه في امان الله، لقوا حته مره واحده في اصلاح الطريق هنا نص الطريق كده، فالار بي سيز جايه تمشي، جايه تمشي، لقت هنا العربيات ماشيه كويس، هنا العربيات قامت دخلت كده في كوتها، حصل تربيديتي هنا، بدات تنزل تاني تحت هنا وتطلع تاني، بدا يحصل لخبطه هنا. يبقى دي في الاتساع او ما يحصل ستينوزس بيحصل حاجه اسمها تربد فلو. يبقى ده الثلاث اشكال اللي احنا هنلاقيهم في كل منهجنا، او تقريبا مش هنلاقي غير الشكلين الاول والثالث، اللامينر فلو والتربد فلو. طب تاني، اللامينر فلو معناها ان السرعات في النص اسرع من الاطراف. طب بص كده بعينك، بص كده بعينك، الكلام ده نعرف نعمله بالبي مود ولا لا؟ اسمه بلاج فلو، بلاج فلو مش هتلاقيه غير في الاورطه، ان كل السرعات زي بعض، كل السرعات زي بعض، مش هتلاقيه غير في الاورطه وهو طالع من الهارت او في السب كليبيان يعني بكتير، مش هتشوفه في معظم المنهج. طيب بص كده بعينك وقول لي انت ممكن شايف اللامينر فلو ده بالبي مود ولا لا، وشوف بقى انت مستواك هيبقى عامل ازاي. بص كده وقول لي باين ولا لا، باين ان السرعات في النص اكتر؟ لا بص بعينك، مش الوان، انا ما حطيتش الوان لسه، انا ما حطيتش الوان لسه، انا من غير ما احط الوان، من غير ما احط كلر، حد ملاحظ ان السرعات في النص اكتر؟ بص كده اوريها لك تاني، بص كده تالت. طيب حضرتك لاحظت بقى معلومه ملحوظه دلوقتي كده، ملحوظه اولانيه ان السرعات في النص اكتر، مش بس كده، بس السرعات في النص اكتر يا دكتور من الاطراف، تحس ان في حاجه مرسومه هنا، مش عارف حضراتكم شايفينها ولا لا، حاجه مرسومه كده، حاجه مرسومه كده، السرعات في النص اكتر من الاطراف. بعدين لاحظنا ملحوظه ثانيه يا دكتور، لاحظنا ملحوظه ثانيه، إن الدم بعد لحظة بيرجع بيمشي العكس، صح؟ بص دلوقتي كده في اللحظة دي الدم بيمشي العكس، حد ملاحظ؟ الدم بيمشي العكس، بيخبط في الدم التاني اللي جاي من هنا، أوريها لك تاني وبص كده بالراحة عليها، بص كده بالراحة عليها، لو قلت لك ان الدم وهو ماشي في الاتجاه ده كان ماشي فوق البيزلاين، لما ماشي في الاتجاه الثاني هيبقى ماشي فوق البيزلاين ولا تحت البيزلاين؟ فوق البيزلاين ولا تحت البيزلاين؟ تحت البيزلاين. يبقى انت تقريبا حددت شكل الويف من البي مود، تقريبا حددت شكل الويف من البي مود. متخيل؟ متخيل؟ شفت موضوع الدوبلر سهل ازاي؟
ساعات عينك طبعا تبقى يعني ذكيه جدا وتبقى لماح قوي، تبقى يعني وانت واقف كده عمال تتخيل الاشكال وفين رايح فين وفين جاي منين. عشان كده قلت لك اول 3 محاضرات او اول 4 محاضرات متربطين على بعض، ولو حضرتك فهمتهم هتلاقي الدولار بعد كده في ايدك عامل زي الميه، عامل زي الميه. تمام؟ لو حضرتك ما فهمتهمش ماشي، لو ما فهمتهمش هتتلخبط. طيب ده بالبي مود، بالكلر مود. بالكلر مود فاكر لما كنا بنرسم، لما كنا بنرسم حاجه اسمها كلر بار، فاكر لما كنا بنرسم حاجه اسمها كلر بار؟ كنا بنقول الالوان الفاتحه، الالوان الفاتحه معناها سرعات اعلى ولا اقل؟ الالوان الفاتحه معناها سرعات اعلى ولا اقل؟ اعلى صح، والغامق سرعات اقل. عشان كده تلاقي دايما في الكلر تحس ان السرعات الفاتحه في الوسط، سرعات الفاتحه في الوسط والغامقه على الاطراف. قارن قارن على نقطة A بالنقطة B، تحس إن نقطة A بالنقطة B، تحس إن A أفتح من B، عشان A في الوسط فاتح فهو سريع، A في الوسط فاتح فهو سريع. طيب سيب بقى كل اللي في إيدك وانسى كل اللي فات، مش عايزك تركز في أي حاجة غير الكلمتين اللي جايين دول، مش عايزك تركز في أي حاجة غير الكلمتين اللي جايين دول. ركز بقى وسيب كل في ايدك وامسك ورقه وقلم كده وركز لي في اللي جاي ده، عشان دي اهم نقطه عندنا في المحاضره النهارده. بص يا سيدي، لو انا عندي ويف مرسومه كده، ويف مرسومه كده برسم لك 2 ويفز، الفرق بين الويف رقم 1 والويف رقم 2 في الجزء الاسود ولا الجزء الاحمر؟ في الجزء الاسود ولا الجزء الاحمر؟ في الجزء الاحمر صح كده؟ في الجزء الاحمر اللي هو الجزء ده يا دكتور، اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء ده صح. الجزء رقم 1 ثابت، الجزء رقم 1 ثابت، انما الجزء رقم 2 هو اللي مختلف. الجزء رقم 1 اللي هو ده ثابت في المعلومتين، ثابت في الطرفين، هو مثلث. الجزء رقم 2 هو اللي مختلف، مره ترسم لي فوق البيز لاين ومره ترسم لي 3 ويف كده. سموا دي، سموا دي low resistance flow، يسموا دي high resistance flow. تعال بقى اقول لك يعني ايه low resistance ويعني ايه high resistance. بص يا سيدي، لو انا افترضت، لو انا افترضت البروب، البروب عند الاورجان بتاعي، بمعنى انا عند البرين والبروب بتاعي عند البرين، الدم كده فوق البيز لاين جاي عند البروب، انا عند البرين والبروب بتاعي عند البرين، الدم كده فوق البيز لاين، يبقى جاي عند البرين ولا لا؟ جاي عند البرين ولا لا؟ فوق البيز لاين جاي عند البرين ولا لا؟ البروب عند البرين جاي صح. طيب لو انا قلت لك اثناء فتره الكونتراكشن او السيستول اللي الهارت بيزق فيها الدم جاي لي 100 مللي بلاد، 100 مللي بلاد، واثناء فتره الدياستول جاي لي 20 مللي بلاد، يبقى في السايكل الواحده في السيستول وفي الدياستول الدم جاي ناحيتي ولا لا؟ الدم جاي ناحيتي ولا لا؟ اثناء السيستول واثناء الدياستول الدم جاي ناحيتي ولا لا؟ يبقى في السايكل الواحده انا باخد كام ملي بلاد؟ انا باخد كام ملي بلاد؟ 120 ملي بلاد صح كده؟ 120 ملي بلاد جميل. تعال نقول برضو ان انا هنفترض كده ان انا واقف عند نفس الاورجن، اي اورجن، والبروب عندي، انا البروب عندي، اثناء السيستول اللي هو الاسود الدم جاي ناحيتي ولا لا؟
الدم جاي ناحيتي ولا لا؟ جاي ناحيتي ولا لا؟ ماشي، نفس ال 100 مللي، نفس ال 100 مللي. اثناء الدايستول اتقسم لجزئين، جزء تحت البيز لاين وجزء فوق البيز لاين، صح كده؟ اثناء الدايستول اتقسم عندي الدم لحاجتين، جزء تحت البيز لاين وجزء فوق البيز لاين. طيب لو قلت لك ان اللي تحت البيز لاين دي تبقى جايه ناحيتي ولا ماشيه بعيد عني؟ تبقى جايه ناحيتي ولا ماشيه بعيد عني؟ بعيد عني، صح؟ طب لو قلت لك ان ده 20 مللي بلاد مشوا بعيد عني، وبعدين الجزء رقم 3 ده جاي ناحيتي ولا ماشي بعيد عني؟ اللي انا رسمته بالازرق ده جاي ناحيتي ولا ماشي بعيد عني؟ ناحيتي. طيب تعالوا نشوف في الكاردياك سايكل الواحده، في الكاردياك سايكل الواحده الدم راح الاول 100 وبعدين رجع 20، يبقى هنطرح ال 20 دول من 100 يبقى 80، وبعدين راح 10 يبقى بيروح في السايكل كاردياك سايكل الواحده كام؟ 90 مللي. طيب تحب الاورجن المهمه، تحب الاورجن المهمه تبقى زي رقم A ولا تحب الاورجن المهمه تبقى زي الرقم B؟ تحب الاورجن المهمه تاخد 120 مللي في الكاردياك سايكل الواحده ولا تاخد 90 مللي في الكاردياك سايكل الواحده؟ تاخد 120 مللي، صح كده؟ طيب مين اللي اتحكم، مين اللي اتحكم في ان الدم يروح كتير، السيستول ولا الدايستول؟ مين اللي خلى لي المعادله تختلف؟ الجزء الاسود السيستول ولا الجزء الاحمر الدايستول؟ مين اللي خلى المعادله تختلف؟ الدايستول، صح كده؟ طيب يبقى حط قاعده بقى في دماغك، حط قاعده في دماغك. السيستول ملهوش دعوه، السيستول معتمد على قوة ضربة القلب، ملهوش دعوة رايح لأورجن مهم ولا مش مهم. الدايستول معتمد على أن رايح لأورجن مهم ولا مش مهم. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم لحد دلوقتي؟ لسه هنشرح حاجات أكتر، بس حد مش فاهم أن السيستول معتمد على القلب والدايستول معتمد على الأورجن اللي أنا رايح له؟ تمام كده؟ طيب ممتاز. طيب بص بقى، ركز معايا، ركز معايا. يبقى انا عندي السيستول معتمد على حاجه واحده، معتمد على الهارت اللي بيطلع لي السيستول، تمام؟ طيب الدايستول بقى اللي هو مره بيبقى كده ومره بيبقى كده، احنا سمينا الصوره رقم ايه دي؟ لو ولا هاي ريزيستنت؟ لو ولا هاي ريزيستنت؟ لو ولا هاي ريزيستنت؟ لو ريزيستنت، مقاومته قليله، ما بيقاومش الدم، عايز دم يجي له اثناء الدايستول واثناء السيستول، اسمه لو ريزيستنت، وده اسمه هاي ريزيستنت. طيب مين فيهم اللي بيروح لاورجنز مهمه، اللو ريزيستنت ولا الهاي ريزيستنت؟ مين فيهم بيروح لاورجنز مهمه؟ اللو ريزيستنت، صح كده؟ الاي اللي هو اللو ريزيستنت، تمام ممتاز، عشان يودي لي دم اثناء السيستول واثناء الدايستول. اي اورجن مهم في الجسم، برين بقى، ليفر، رينال، فيتس بيتكون، اي حاجه بنحتاج ان هو يبقى لو ريزيستنت. طيب ركز بقى معايا في اللي جايه دي، يبقى الاورجن المهمه زي الكيدني وزي الليفر وزي 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 بيبقى لو ريزيستنت، الاورجن اللي مش مهمه قوي بتبقى هاي ريزيستنت. طيب سؤال، هو الجسم بيعمل الحكايه دي ازاي؟ الجسم بيخلي الرجل لو ريزيستنت، الرجل لو ريزيستنت والكيدني الرجل هاي ريزيستنت الرجل هاي ريزيستنت والكيدني لو ريزيستنس، ازاي؟ ليه؟ ازاي بيعمل اللعبه دي؟ انا كده كده الدم جاي لي في الاورطه واحد، الدم جاي لي في الاورطه واحد، يجي يخش على كيدني او يجي يخش على رجل العيان، يلاقي الرجل قامت قفلت
الشرايين ارتريولز او قلنا الارتري الصغيره والكابيلرز قفلتهم قوي، فيجي دم كتير، عربيات كتير جايه هنا، عربيات كتير جايه هنا، عربيات كتير تيجي تلاقي الطريق اتفرع لطرق صغيره، فتبدا العربيات دي تحاول تخش في الطرق الصغيره دي، يضطروا يستنوا بعض، يضطر العربيات تستنى بعض، صح كده ولا لا؟ تضطر العربيات تستنى بعض. انما هنا عند الكدني يلاقوا طرق مفتوحه، يلاقوا الكابيلريز عامله طرق مفتوحه، الكابيلريز واسعه، فتلاقي العربيات عارفه تمشي بسهوله قوي جوه الكابيلريز، تلاقي العربيات عارفه تمشي بسهوله جوه الكابيلريز. يبقى مين اللي بيتحكم لي، مين اللي بيتحكم لي في كميه الدم تبقى هاي ريزيستنس ولا لو ريزيستنس؟ الارتريولز والكابيلريز الصغيره خالص، كل ما توسع تقلل المقاومه. العربيات الار بي سيز اللي جايه في الشرايين الكبيره تعرف تمشي براحتها، تمام؟ كل ما تضيق، كل ما تضيق هتبدا الشرايين تبقى متلخبطه. مفهوم الكلام لغايه دلوقتي؟ طيب بص كده، لو انت رميت شويه ميه، شويه ميه على سفنجه المسام بتاعتها واسعه، المسام بتاعتها واسعه، ماشي، اللي هنقول عليها ان دي اللو ريزيستنس، اللي هنسمي الكلام ده اللو ريزيستنس، ده اللو ريزيستنس زي الكدني مثلا اللي هي المسام بتاعتها واسعه، ماشي. لو رميت عليها شويه ميه، رميت عليها شويه ميه اهو، هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هتبدا تمتص الميه دي كلها اثناء السيستول واثناء الدايستول، صح كده؟ السفنجه دي هتمتص الميه كلها اثناء السيستول والدايستول، مش هتسيب الميه، هتفضل تاخد الميه في كل الوقت. طيب لو لميت الميه على حيطه اللي هي هاي ريزيستنت زي اللور ليمب والابر ليمب، رميت عليهم ميه، عايزك تشوف كده الميه هتعمل ايه. لو رميت ميه على حاجه المسام بتاعتها قليله، بص لاحظ حاجه، في جزء من الميه بيحصل فيه ايه؟ بص كده، جزء من الميه اول ما الميه تخبط، اول ما الميه تخبط جزء منها بيمشي عكسي، صح؟ بيخبط ويمشي عكسي. متفق معايا ولا مش متفق معايا؟ متفق معايا ولا مش متفق معايا؟ في حد مختلف معايا؟ جزء منها بيمشي عكسي. طيب يبقى دي لو رسمت لها ويف اثناء السيستول والدايستول هتبقى فوق البيزلاين ولا لا؟ في كلتا الحالتين فوق البيزلاين ولا لا؟ طب دي لو رسمت لها ويف اثناء السيستول فوق البيزلاين، اما خبطت في الحيطه اثناء الدايستول هتحصل ايه؟ هتحصل ايه؟ لو البيزلاين، صح كده؟ لو البيزلاين. فانا اول ما اشوف المنظر ده اعرف ان الشرايين بتاعتي، ان الشرايين بتاعتي خبطت في حاجه مسماها ضيقه، فخبطت الدم وقام الدم رجع. مفهوم كده يا شباب؟ زي الخرطوم اللي احنا شفناه من شويه، عشان المسام ضيقه يبقى ده هاي ريزيستنس. لما الدم مشي في السيستول وفي الدايستول بقيت متاكد ان دي لو ريزيستنس. حد مش فاهم حاجه؟ حد مش فاهم حاجه؟ في حد مش فاهم حاجه؟ في حد مش فاهم اي حاجه؟ ممتاز. طيب انت قلت لي يا دكتور عمرو خلاص انت شرحت لي ليه الدم عند السفنجه او عند الكاروتيد او عند الرينال بيمشي في السيستول وفي الدايستول، وليه مره بيمشي كتير ومره بيمشي قليل؟ قلنا عشان الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت، عشان الهارت عمال يعمل كونتراكشن. وقلت لي الثانيه ليه الدم بيروح في السيستول وبيرجع في بدايه الدايستول؟ عشان المسام ضيقه قوي فالدم بيخبط في الحيطه ويرجع. بس انت في يا دكتور عمرو حاجه بيسموها لنا تراي فيزيك، صح؟ في حته ثالثه كده حضرتك ما شرحتهاش، صح كده ولا لا؟ صح؟ في حته ثالثه اللي هي بالازرق دي، التراي فيزيك دي يا دكتور عمرو حضرتك ما شرحتلناش القصه دي جايه منين؟ انت شرحت لنا دي فهمناها، وفهمنا هنا ليه فوق البيزلاين وهنا ليه تحت البيزلاين، بس ما فهمتناش الحته الثالثه دي. تعال بقى نفهمها مع بعض كده واحده واحده. تعال نفهمها مع بعض واحده واحده. طيب ركز كده معايا عشان بس نصلح المصطلحات بتاعتنا، عشان كلنا نتفق على اتفاق واحد ونبقى ماشيين عليه. ده اسمه البيز لاين،
ده اسمه البيز لاين. لو رسمت الويف فوقيه في ناحيه واحده من البيز لاين اسمها مونوفيزيك. لو الويف او تو ويف عدى من البيز لاين في واحده فوقيه وواحده تحتيه بقى اسمها باي فيزيك. لو بقى عندي ويف ثالثه بقى اسمها تراي فيزيك. لو عندي ويف رابعه بقى اسمها تترا او كوادرا فيزيك. يبقى مين اللي بيتحكم لي؟ مين اللي بيتحكم لي في قصه حساب الفيز؟ البيز لاين. ركز بقى عشان احنا هنا هنبدا نختلف شويه. لو انا رسمت لك ويف كده، لو انا رسمت لك ويف كده سيستول ودايستول، سيستول ودايستول، اسمها مونوفيزيك ولا باي فيزيك؟ اسمها ايه؟ مونو ولا باي؟ اسمها مونو ولا باي؟ بما انها ما عدتش البيز لاين ولا مره اسمها مونو، اسمها مونو. طيب لو انا رسمت لك يا دكتور عمرو، لو انا لو حضرتك رسمت يا دكتور عمرو ويف كده اسمها مونو ولا باي؟ اسمها مونو ولا باي؟ اسمها مونو برضه. طب لو حضرتك يا دكتور عمرو رسمت لنا ويف كده اسمها مونو ولا باي؟ اسمها مونو برضه. يبقى كل الويف دي ودي ودي اسمهم مونو. ليه؟ عشان خطأ من دكاترة الأشعة عودوا دكاترة الفاسكولار ان دي اسمها باي فيزيك. وبقى دكاترة الفاسكولار بيتكلموا على طول هو الويف باي فيزيك ولا مونو فيزيك. ماشي؟ خلي بالك طالما ما عدناش البيز لاين ولا مرة كل الأشكال دي اسمها مونو فيزيك. كل الاشكال دي اسمها مونوفيزيك. لما نعدي البيز لاين كده بقى اسمها باي فيزيك. مفهوم كده يا شباب؟ عشان بس الله يكرمكم دي نقطه اساسيه، لان دكاتره الاوعيه بنسبه كبيره فاكرين ان الويف دي اسمها باي فيزيك. غلط، الويف دي اسمها مونو، كلها فوق البيز لاين. الويف دي اللي اسمها باي، عدت البيز لاين مره واحده اهي، بقى في جزء فوق وجزء تحت، هنا الجزئين فوق. امال ايه الفرق بين الويف دي والويف دي؟ الاثنين مونو، بس هكتب دي مونو وفيها دايستوليك كومبوننت، ودي مونو بس ما فيهاش دايستوليك كومبوننت. مفهوم؟ دي مونو وفيها دايستوليك كومبوننت، ودي مونو بس ما فيهاش دايستوليك كومبوننت. فاهم الفرق؟ يبقى عايز تقول عليها باي كومبوننت ماشي، دي مونوفيزيك باي كومبوننت ماشي. باي كومبوننت يعني فيها جزئين، جزء في السيستول وجزء في الدايستول، لكن في الاخر اسمها مونوفيزيك. ارجو المفهوم ده يبقى واضح عند الجميع، ارجو المفهوم ده يبقى واضح عند الجميع. تمام؟ يبقى لو ما عدتش البيز لاين اسمها مونوفيزيك، سواء بقى باي كومبوننت داي انفكشنال اي حاجه، يبقى اسمها مونوفيزيك. عدت البيز لاين مره واحده اسمها باي فيزيك. عدت البيز لاين مرتين، جزء فوق جزء تحت جزء فوق، بقى عندي ثلاث اجزاء اسمها تراي فيزيك. عدت اربع مرات، واحد فوق واحد تحت، واحد فوق واحد تحت، بقى اسمها تترا فيزيك. كل دي اسماء كده. طيب ايه رايك دي اسمها عدت البيز لاين كم مره؟ عدت البيز لاين كم مره؟ او فيها كم كومبوننت يعني؟ بلاش، فيها كم كومبوننت؟ ايه رايك فيها كام كومبوننت؟ فيها عايز تقول اربعه ماشي، عايز تقول خمسه ماشي، اللي هي واحد اثنين ثلاثه اربعه وحته صغيره خمسه. ممكن نلاقي ويف كده، ممكن نلاقي ويف كده، دي هتلاقيها بالذات في الابر ليمب، هتلاقيها بالذات في الابر ليمب، ممكن تلاقي ويفز كتير. ماشي؟ طيب طيب ركز معايا. اللو ريزيستنت ممكن يشوفها بعينينا ان الدم رايح في السيستول وفي الدايستول كتير،
في نفس الدايركشن، في نفس الدايركشن. اما بيروح كتير كده بيبقى فوق البيزلاين بعيد، سرعته عليت. لما بيروح قليل بيبقى تحت البيزلاين قليل. عشان كده هتلاقي الويف شكلها عامل كده، هتلاقي الويف شكلها عامل كده مره كتير اثناء السستول بتاع الهارت، مره كتير اثناء السستول بتاع الهارت، ومره قليل اثناء الدايستول بتاع الهارت. بس في كلتا الحالتين هو ماشي في نفس الاتجاه، مره بسرعه اعلى ومره بسرعه اقل. يبقى انا ممكن اشوفها بعينيا ودي قليل، بس ممكن اشوفها بالويف، وممكن اشوفها بالكلر ولا لا، ممكن اشوف الكلام ده بالكلر ولا لا. تعال نشوف كده الكلر، بيديني مره احمر غامق ومره احمر فاتح. معنى كده انه ماشي في نفس الاتجاه ولا لا؟ هو ماشي كله احمر، يبقى في نفس الاتجاه ولا لا؟ نفس الاتجاه، بس مره احمر غامق ومره احمر فاتح. تعال نمشي واحده واحده بقى ونرتب ورقنا كده ونجمع مع بعض. بتاع دي اسمها ايه؟ بتاع دي اسمها ايه؟ بتاع دي اسمها ايه؟ بتاع دي اسمها الفلوستي بار او الكلر ماب. ممتاز. طيب الفيزل ده انا واقف بالبروب بتاعه اهو، البروب بتاعه اهو، الفيزل ده من النوع الحلو اللي بيجي ناحيه البروب او بعيد عنه، ولا من النوع الوحش اللي ماشي بارل للبروب؟ النوع الحلو ولا الوحش؟ النوع الوحش. يبقى محتاج اعمل له لا اما ستير بايدي، لا اما ستير بايدي، لا اما ستير بال، لا اما ستير بال بالبوكس. هنا انا قررت اعمل ستير بايه؟ هنا قررت اعمل ستير بالايه؟ بالبوكس. ممتاز. طيب اكوردنج للكلر ماب اللي جاي ناحيتي لونه ايه؟ اكوردنج للكلر ماب اللي جاي ناحيتي لونه ايه؟ ازرق، واللي ماشي بعيد عني لونه احمر. ممتاز. طيب سؤالي لحضرتك، دلوقتي البروب كان هنا والفيزل ماشي بارل ليه، فمش بيديني اي كلر. فانا قلت للجهاز بعد اذنك خلي لي بروب على جنب، بروب وهمي. فحضرتك رايك البروب الوهمي ده عند النقطه A ولا النقطه B؟ عند النقطه A ولا النقطه B؟ النقطه A. طيب لو سالتك على الفيزل ده اللي هو الارتري، الفيزل ده كده جاي ناحيتي ولا ماشي بعيد عني؟ جاي ناحيتي ولا ماشي بعيد عني؟ بعيد عني، اوي، صح كده؟ يبقى الارتري هنا ماشي اوي، اوي ماشي بعيد عني. طيب اكوردنج لشكل الكلر بتاعته، هل الكلر ده بيجي ناحيتي في اي مرحله من السيستول او الدايستول؟ بيجي ناحيتي في اي مرحله من السيستول ولا الدايستول، ولا ماشي على طول بعيد عني سيستولا ودايستولا؟ سيستول ودايستول ماشي بعيد عني، بس مره بيدي احمر غامق ومره بيدي اهو، بص كده مدي احمر غامق ومره بيدي احمر فاتح. معنى كده ان هو مونوفيزيك ولا ترايفيزيك ولا بايفيزيك ولا ايه؟ راي حضرتك ايه؟ مونوفيزيك. معنى كده ان هو لو ريزيستنت ولا هاي ريزيستنت؟ معنى كده انه لو ريزيستنت ولا هاي ريزيستنت؟ لو ريزيستنت، رايح لحته ما فيهاش مقاومه خالص. سقفوا لنفسكم، سقفوا لنفسكم، سقفوا لنفسكم، سقفوا لنفسكم. برافو، برافو، ممتازين. طيب يبقى احنا بص بقى، انت حضرتك جاوبت على كام سؤال في القصه دي؟ بص حضرتك جاوبت على كام سؤال، بدات تفهم يعني ايه كلر ماب، بدأت تفهم شكل الويف ايه، بدأت تفهم انا واقف بالبروب ازاي، ليه عملت ستير، الدم ماشي ناحيتي ولا ماشي بعيد عني، شكل الويف ده مونوفيزيك ولا ترايفيزيك. كل ده جاوبته من صوره، لو كنت جبتها لك من ثلاث محاضرات بالظبط ما كنتش هتعرف ابعادها كل الابعاد دي. بس انت بعد ثلاث محاضرات بقيت عندك رؤيه عميقه كده، انت كده مالك الصوره كويس، ده اللي عاجبني. انت حضرتك دلوقتي مالك الصوره حلو، يعني انت دلوقتي انت حاسس ان انت قوي على الصوت. المونوفيزيك هو اللو ريزيستنت، المونوفيزيك هو اللو ريزيستنت اللي بيوديلي الدم اثناء السيستول والدايستول. رايح لاورجن ما بيعترضش على الدم خالص، رايح لاورجن ما بيعترضش على الدم خالص. طيب how to know it's artery according بقى، لما نيجي نتكلم ان شاء الله، ان شاء الله في المحاضره القادمه في اول الكاروتيد هقول لك ازاي تفرق الارتري من الفين كل حته.
طيب ده طبعا اسمه هاي ريزيستنت تراي فيزيك. تراي فيزيك. طيب بص كده، احنا قلنا اول فيز خالص اللي اسمها السيستول معتمد على ايه؟ اللي هو تراي فيزيك. اول فيز السيستول معتمد على الهارت كونتراكتيليتي اوف هارت، اللي هي المرحله دي، المرحله دي معتمده على كونتراكتيليتي اوف هارت. ممتاز. طيب المرحله الثانيه اللي الدم فيها بيرجع معتمد على ايه؟ ان هو قابل ايه؟ اللي الدم فيها بيرجع العكس معتمد على ان هو قابل ايه؟ organ high resistance. organ high resistance. اتبقى المرحله الثالثه اللي احنا هنرسمها باللون الازرق كده، بقى المرحله الثالثه، الويف الثالثه. خلي بالك احنا عندنا ويف اهي، عندنا ويف اهي مكونه من ثلاث اجزاء، ادي جزء 2 3. احنا عرفنا رقم 1 ده معتمد على ايه، رقم 2 ده معتمد على ايه. السؤال بقى في رقم 3، ليه بقى الدم بيروح في نفس الاتجاه تاني؟ انا عرفت الدم ليه كان رايح كده عشان الهارت كان زق، عرفت الدم رجع كده عشان هو قابل حيطه سد. ليه بقى الفيزل زق الدم كده تاني في نفس الاتجاه تاني؟ حاجه بنسميها اللاستيك ريكويل. حاجه بنسميها ايه يا شباب؟ اللاستيك ريكويل. بمعنى الدم كان رايح في الاتجاه ده، الدم كان رايح في الاتجاه ده، وهو رايح خبط في حيطه ففي دم تاني رجع. الفيزل وسع قوي، الفيزل وسع قوي بقى عامل زي الاستيك. عارف الاستيك؟ الناس اللي بره مصر عارفه كلمه استيك يعني ايه؟ استيك. عارفين استيك؟ الناس اللي بره مصر عارفين ليه مصطلح، اي مصطلح تاني عندهم؟ ليه اي مصطلح تاني عندهم؟ المطاط. ماشي، المطاط او الاستيك. الارتر ده عامل زي الاستيك. اما الاستيك ده اول ما تشد قوي، ايوه بتاع الفلوس اللي بيلسع ده، وانت ما تروح البنك بيدوا لك كده الفلوس، رزمة الفلوس كده وانت بتقبض. ما شاء الله ما شاء الله، انا عارف ان حضراتكم كلكم شغالين في مستشفيات حكومية على اعلى مستوى، تروحوا تقبضوا البنك بالدولار، حضرتك بتاخد الدولارات كده بتبدا ايه تلاقي الاستك كده بيلسع، هو ده. طيب يقوم راجع الدم منقبض مرة تانية، الفيزل منقبض مرة تانية وكده. عارفة بالظبط حضرتك، هديكي مثال عشان تفهميه، الاستك ده هو حضرتك شخصيا، والاورجن الهاي ريزيستنت ده ابنك الصغير. فحضرتك ماسكه اللقمه وبتقول له افتح بقك، الاكل ده رايح فين؟ عارف الجو ده؟ الاكل ده رايح فين؟ انت بتتحركي ناحيه بقه كده، الدم ماشي في اتجاه، صح كده؟ تعال نرسمها عشان تفهم القصه، تعال نرسمها. ادي حضرتك الأم قاعدة محترمة أهي، وأدي ابنك الصغير قاعد برضه محترم أهو، وحضرتك ماسكة اللقمة بتديها له، تقول له افتح بقك، الأكل ده رايح فين؟ يبقى الدم كده هرسمه فوق البيز لاين، لأن الأكل رايح في الاتجاه ده. بيبدأ ابنك ياخد اللقمة ويحاول ما ياكلهاش ويحاول يرجعها، يقول لك لا يا ماما مش عايز، طعمها وحش، مش عارف إيه الكلام ده، بيحاول يطلعها من بقه. طبعًا إحنا كأمهات، بالذات الأمهات المصرية، أنا عارف طبعًا الحريم في التعامل مع الأولاد، ما شاء الله ممكنها انت ان شاء الله الحنان في التعامل مع الاولاد، تقوم ماسكاها وتقوم يزقها مره بالظبط، الشبشب في الايد الثانيه، وتقوم يزقها في بقه مره كمان، واقول لك ايه، اطفح اللقمه دي، صح كده؟ يبقى هو رجعها بعدين، ايوه مزغطه، اطفح بقى، اطفح الثالثه دي، هي دي الالاستيك ريكوري، هو ده اللي الفيزل بيعمله، اطفح الثالثه دي، احنا بنسميها في مصر اطفح، اطفح. مش عارف الناس اللي بره مصر هتفهم الكلام ده ولا لا، بس احنا في مصر بنسميها اطفح. فاطفح الثالثه دي هي الالاستيك ريكويل، تمام؟ فتقوم حضرتك مزغطاها فوقه وكبساها على بقه، بقول لك ايه، بقك ده ما تفتحش. ما لازم تستغرب، احنا ايه اللي بنقول ده؟ مش طب، ده ما فيش طب اسمه اطفح، يعني اكيد ما فيش حد طبعا بيقول الكلام ده في اي محاضره، ما فيش حد. بحس مش عارف في بعض الاحيان بحس ان انا دكتور مش محترم بصراحه، ما اعرفش بحس مش طب اللي انا بشرحه ده، بس يعني اعمل ايه، يعني على قد ما انا اقدر، يعني بحاول على قد ما اقدر اوصل المعلومه، بس هو اكيد ما فيش حد بيحضر في محاضره علميه هيقول الكلام ده، اكيد مش هبقى في جامعه ولا في اي حته محترمه اقول الكلام الغريب ده، ماشي؟ بس انا بحاول على قد ما اقدر افهم، ماشي؟
طيب يبقى احنا بنعمل ايه؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ اللاستيك ريكويل ده بيعمل ايه؟ الدم كان رايح في الاورجن، الدم كان رايح لاورجن، الاورجن قال لا مش عايزه، قال لا مش عايزه، قام الدم وسع قوي او الفيزل وسع قوي، قام الفيزل قال له لا هتاخده مره كمان. تمام؟ قال له لا هتاخده مره كمان. عشان كده اترسمت لي التراي فيزيك ويف. تعال نشوف حاجه، هل احنا ممكن نشوف الترايفيزيك والفورم ده بعينينا يا دكتور؟ تعال نشوف كده، تعال نشوف. الدم دلوقتي مديني لون احمر، صح كده؟ الدم مديني لون احمر. انا لو واقف بالبروب كده، البروب بتاعي اهو، الدم كده جاي ناحيتي، صح كده؟ فانا لو عندي الكلر ماب، لو عندي الكلر ماب الاحمر فوق والازرق تحت، والازرق تحت، يبقى الدم كده جاي ناحيتي، صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا لا؟ الدم كده جاي ناحيتي، صح كده؟ تمام. فقمت راسمه اهو، انت راسم الدم اهو، الدم جاي ناحيتي وجاي بلون احمر فاتح، فرسمته كتير. بعد لحظه لقيت الدم اداني لون ازرق، نفس الفيزل اداني لون ازرق، يبقى هرسمه فوق البيز لاين ولا تحت البيز لاين؟ فوق البيز لاين ولا تحت البيز لاين؟ تحت البيز لاين اهو. النقطه الثالثه، يبقى الدم كده مشي العكس، يبقى في اول خطوه كان ماشي كده، ثاني خطوه مشي العكس فاترسم تحت البيز لاين. ثالث خطوه هيديني هتلاقيني اديني احمر خفيف خالص، مش عارف حضرتك المحو ولا لا، يعني حتى حته خفيفه خالص اهي الاحمر الخفيف خالص ده، يبقى فوق البيز لاين بس احمر غامق وخفيف خالص، يبقى هترسمه كتير ولا قليل؟ برسمه كتير ولا قليل؟ برسمه كتير زي الاولاني ولا قليل؟ قليل. يبقى اترسمت لي الترايفيزيك والفور. يبقى خلي بالك بقى، بص تاني، هرجع لك خطوه كده. يبقى انا بعيني وانا واقف بس بعيني كده ممكن اعرف ان الارتري ده الشريان ده مونوفيزيك وليه تو كومبوننت، واحده فوق البيزلاين بكتير وواحده تحت البيزلاين، ماشي؟ وممكن ارسم ان ده تراي فيزيك، بيروح ويعكس ويجي تاني، بيروح ويعكس ويجي تاني، واضحه كده؟ بيروح ويعكس ويجي تاني، بيروح ويعكس ويجي تاني، احمر ازرق احمر خفيف، احمر ازرق احمر خفيف. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا بعيني فرقت بعيني بين التراي فيزيك، فرقت بعيني بين المونو فيزيك، فرقت بعيني بين اللي رايح كتير لاورجن مهم، وفرقت بعيني ايه اللي رايح لاورجن مش مهم، وعرفت كل خطوه عندي سببها ايه. طيب سؤال لحضرتك عشان بس ابدا اوريك انك بدات من ترجمتك للاحداث تفهم حاجات كتير. لو انا رسمت لك ويف كده فوق البيزلاين تحت البيزلاين فقدت الثيرد كومبوننت، فوق البيزلاين تحت البيزلاين فقدت الثيرد كومبوننت، تتوقع ايه اللي باظ في الشريان؟ تتوقع ايه اللي باظ في الشريان؟ ايه اللي باظ في الشريان؟ تتوقع ها الالاستيستي، صح؟ الالاستيك ريكويل. طيب يبقى انا ممكن من الرأي، صح كده؟ متفق؟ حد مش فاهم انت كده؟ ايوه، اخر واحده، اخر ويف اللي هي بتاعت كده. خلي بالك ان دي اول مرحله في الاثيروسكليروزس قبل ما يبان على شكل الارتري، قبل ما يبان على شكل الارتري بيموت. يعني انت ممكن تقول ان العين ده هيخش في اثيروسكليروز، هيبدا يحصل له اثيروسكليروز. ليه؟ لان شكل الشريان بدا يبقى ضعيف في الالاستيك ريكويل بتاعته، بدات الالاستيستي بتاعته تبقى ضعيفه قبل ما الشريان يبوظ او يترسب فيه كالسيوم او يحصل فيه اي حاجه. شفت بقى؟ يبقى انت من عرفت كده من خطوه رقم ثلاثه، عرفت من خطوه رقم ثلاثه ان الشريان ده هيبدا يبوظ. الشريان ده المطاط بتاع الاستيك بتاعه بدا يضعف. حد مش فاهم يا شباب؟ حد مش فاهم؟ المطاط اللي كان بيرجع ينقبض تاني فيزق الدم بدا يضعف. بدأت تشوفها قبل ما غيرك يشوفها
بالبي مود حضرتك شفتها، قلت لهم خلي بالكم يا جماعه الراجل ده لو بيشرب سجاير استاذنكم يبطل سجاير، لان هيبدا برق الشريان بتاعه يتعب، برق الشريان بتاعه يتعب. تمام كده. تاني بص عشان دكتور احمد عودة، تاني احنا قلنا اول مرحله دي جايه من الهارت، تاني مرحله دي جايه من مقاومه كل الشرايين عندها الاستيك ريكويل، كل الشرايين عندها الاستيك ريكويل ماشي. تاني مرحله، اول مرحله دي من الهارت كونتراكتيليتي بتاعت الهارت، تاني مرحله دي، تاني مرحله دي من الدايستول او مقاومه الاورجن، تالت مرحله دي من الالاستيك ريكويل بتاعت الشريان، ان هو بيرجع يقول للولد اطفح تاني او كل تاني او يبدا ينقبض عشان يزق الدم ناحيه الاورجن تاني. لو انا لقيت الشريان عامل كده، الشريان عامل كده، يبقى مين اللي فقط، مين اني واحده اللي باظت، اني واحده اللي باظت، اني واحده اللي باظت، رقم ثلاثة صح. يبقى كده الجزء المطاطي، الجزء الاستك في الشريان، الجزء الاستك في الشريان باظ، الجزء الاستك في الشريان باظ، يبقى الشريان ده حته الاستك فيه باظت. فهمتوا يا شباب؟ حته الاستك فيه باظت. طيب اسالك سؤال تاني، لو لقيت الفيزل عامل كده مين اللي باظت، مين اللي باظت؟ اول مرحله صح، اول مرحله السيستول، اول مرحله السيستول. عشان كده بقى بص القاعده كده بقى حطها في دماغك، الله يكرمك الله يكرمك، حط القاعده دي في دماغك وهتريحك جدا 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 في كل الدوبلر، في كل الدوبلر. انا عندي الهارت اهو بيطلع لي حاجه اسمها الاورطة، اورطة الاورطة مثلا، مثلا مثلا لو احنا هنشتغل على اللور ليمب بيطلع لي حاجه اسمها كومان ايلياك ارتريس، كومان ايلياك ارتري شمال ويمين، كومان ايلياك ارتري شمال ويمين، اللي هو بيطلع لي بعد كده حاجه اسمها اكسترنال وانترنال ايلياك كومان فيمورال ايا كان ماشي، لغايه الرجل تحت، لغايه القدم الفوت تحت. بص بقى ده الهارت، ده الاورطه، ده الايلياك ارتري، ده الايلياك ارتري، ده الكومن فيمورال ارتري، دي الفوت تحت. بص لو انا عملت دوبلر هنا تتوقع، تتوقع ده تراي فيزيك ولا مونو فيزيك؟ تتوقع ده تراي فيزيك ولا مونو فيزيك؟ هيطلع ايه؟ ده رايح لاورجن مهم ولا مش مهم؟ تراي فيزيك، تراي فيزيك. طيب حلو قوي، لو انا لقيت في مشكله في الدايستول، مشكله في الدايستول ايا كان المشكله ايه مش مهم، بس لقيت مشكله ما في الدايستول، يبقى المشكله انا واقف هنا اهو، انا واقف هنا في الحته دي، المشكله في الجزء الاحمر ولا في الجزء الموف ده، المشكله هتبقى ناحيه ايه، ناحيه الرجل ولا ناحيه، ولا ناحيه الهارت، ناحيه الرجل صح. ولو انا لقيت مشكله في الجزء السيستول يبقى من عند الهارت لغايه عندي في مشكله ما في الطريق ده، في مشكله ما في الطريق ده، مفهومه كده؟ يبقى انا وانا واقف في اي حته، وانا واقف في اي حته في الجسم، اي حته في الجسم، لو لقيت مشكله في في السيستول اعرف ان المشكله من عندي لغايه الهارت في حاجه فيها مشكله، لو لقيت مشكله في الدايستول اعرف ان المشكله في الحته اللي تحتيه، اعرف المشكله في الحته اللي تحتيه، لو لقيت في رقم ثلاثه اعرف انها في الالاستيك ريكويل. كلام واضح، كلام واضح، كلام واضح. طيب تعالى اقول لك كده وقول لي انت هتفهمني ولا لا. دلوقتي ادي رجل العيان اليمين، ادي رجل العيان اليمين، هقولها لك تاني اهو، ادي رجل العيان اليمين وادي رجل العيان الشمال ماشي. جيت اعمل للبوبليتيال ارتري هنا دوبلر وللبوبليتيال ارتري هنا دوبلر، بوبليتيال ارتري وبوبليتيال ارتري، لقيت السيستول طالع كده بميل والدايستول كويس، وهنا السيستول طالع كده بميل والدايستول كويس، تتوقع المشكله فين، تتوقع المشكله فين، تتوقع المشكله فين؟ في القلب او في القلب او فين؟
في القلب او في الاورطه. طيب اسالك سؤال، لو انت ذكي وبتشتغل دوبلر بذكاء، لو انت ذكي وبتشتغل دوبلر بذكاء ولقيت البوبليتشال ارتري هنا كده والبوبليتشال ارتري الناحيه الثانيه كده، تروح تبص على السوبرفيشال فيمورال على الحاجات اللي في الفخذ واللي عند الجروين، ولا تروح تبص على الاورطه على طول، ولا تروح تبص على الاورطه على طول؟ ايه رايك؟ تحب تبص على مين الاول؟ تبص على مين الاول؟ الاورطه صح. ليه؟ لان السيستول في الاثنين مضروب، السيستول في الاثنين مضروب، معنى كده ان الدم اللي جاي اصلا من الاورطه او من الهارت مش جاي كويس، الدم اللي جاي من الاورطه او من الهارت للرجلين مش جاي كويس. مفهوم كده يا شباب؟ يبقى السيستول من النقطه اللي انا واقف فيها لغايه الهارت في مشكله. طيب سؤال تاني، سؤال ذكاء تاني عشان اتاكد ان انت فهمت الموضوع للاخر. جيت تعمل البوبليتشال بتاع رجله اليمين، لقيته ترايفيزيك، عملت بتاع رجل الشمال لقيته عامل كده. المشكله كده في الاورطه ولا مشكله كده في الرجل الشمال بس؟ مشكله كده في الاورطه ولا في الرجل الشمال بس؟ في الرجل الشمال بس، صح كده؟ طيب المشكله في الجزء رقم ايه في الرجل الشمال ولا الجزء رقم بي؟ المشكله في الجزء رقم ايه ولا الجزء رقم بي؟ ممتاز، الجزء رقم ايه. في حاجه بروكسيماليه، في الحته دي فيها مشكله، كده تفهم الكلام يا شباب؟ طب ليه ما شكتش في الاورطه؟ ان الاورطه يطلع فيه مشكله؟ عشان الناحيه الثانيه زي الفل، فاكيد هو مودي دم للناحيه الثانيه كويس، الراجل مودي دم للناحيه الثانيه كويس. هو جه يودي دم هنا لقى في مشكله، هنا. حد مش فاهم يبقى تاني سؤال تاني، من الذي يتحكم؟ والله يكرمك، حلو الدعاء ده، يا غادة، ربنا يبارك لك يا غادة على الدعاء، ربنا يكرمك وينور حياتك انت كمان يا رب ان شاء الله. طيب بصوا شويه، تاني السيستول يبقى حاجه من عند النقطه اللي انا واقف فيها لغايه الهارت. السيستول من عند النقطه اللي انا واقف فيها لغايه الهارت. طيب سؤال لحضرتك، والدايستول من عند النقطه اللي انا واقف فيها لغايه اخر الاورجن تحت. نسأل سؤال تاني، سؤال ذكاء، جيت تعمل العيان كاروتيد، ربنا يكرمك يا دكتور راند، ربنا يحفظك يا رب. بعمل العيان كاروتيد على اليمين رايت، وكاروتيد على الشمال ليفت. سؤال، الكاروتيد ده اورجن رايح لحاجه مهمه ولا حاجه مش مهمه؟ حاجه مهمه، يعني المفروض تبقى لو ريزيستنت ولا هاي ريزيستنت؟ لو ريزيستنت. حلو، عملت الناحيه اليمين لقيت المنظر كده، عملت الناحيه الشمال لقيت المنظر كده، كده في مشكله بروكسيمال ناحيه الهارت ولا ديستال ناحيه البرين؟ وديستال ناحيه البرين يمين ولا شمال؟ كده مشكلة بروكسيمال ولا ديستال ناحية البرين يمين ولا شمال؟ كده الشمال فقدت الدايستوليك كومبوننت، فقدت الدايستول، يبقى عندي مشكلة ناحية الهارت، ناحية البرين في الناحية الشمال. مفهوم؟ ناحية البرين من الناحية الشمال، من الناحية اليسرى. ممكن يبقى عنده بقى اوبستراكشن فوق، أو عنده مشكلة فوق، أو عنده حاجة علت الريزيستنت فوق. ما بقاش يعرف يستقبل دم كويس في الدايستول، انما ناحيه اليمين كويسه.
يبقى انت على طول لو انت واقف مثلا في النقطه دي هنا، واقف في النقطه دي هنا، ولقيت المنظر ده كده عامل كده والمنظر ده عامل كده، تقوم طالع لفوق ما تنزلش لتحت، تقوم طالع لفوق وما تنزلش لتحت. طيب تاني، معلش سؤال تاني عشان اتاكد ان حضرتك فهمت ميلوز بنسبه 1000000%. ادي الكاروتيد ناحيه اليمين وادي الكاروتيد ناحيه الشمال. جيت عملت في النقطه دي، عملت في النقطه دي وعملت في النقطه دي، لقيت ناحيه اليمين مونوفيزيك، لقيت ناحيه الشمال السيستول طالع بالراحه قوي وماشي كده. اطلع لفوق، يبقى المشكله ناحيه فوق ولا مشكله ناحيه تحت؟ ايه رايك، مشكله ناحيه فوق ولا مشكله ناحيه تحت؟ ها، مشكله ناحيه الهارت ولا ناحيه البرين؟ مشكله كده ناحيه السيستول، يبقى الحاجه بروكسيمال ناحيه الهارت، هلاقي فيه ستينوزس، هلاقي فيه ستينوزس. وضحت كده يا شباب؟ يبقى لو انا عندي مشكله في السيستول، لو عندي مشكله في السيستول بدور من المكان اللي انا واقف فيه لحد الهارت. لو انا عندي المشكله في الدايستول، لو عندي مشكله في الدايستول بفكر من المكان اللي انا واقف فيه لحد اخر الاورجن من بعيد. كلام واضح؟ كلام واضح وصريح؟ في حد متلخبط في اي حاجه؟ انت مهم النقطه اللي انت واقف فيها، مهم النقطه اللي انت واقف فيها. لسه ان شاء الله لما ناخد محاضره الكاروتيد، في المحاضره الثانيه، في المحاضره الثانيه في الكاروتيد عندنا حاجه اسمها جيم اوف فلو، هنتكلم فيها بشيء بالتفصيل اكتر عن القصه دي. طيب، طيب يبقى ده كده اسمه لو ريزيستنس. كل بقى كل ما تبدا الدايستوليك كومبوننت يقل، بقينا رايحين ناحيه الهاي ريزيستنس لحد ما ينعكس خالص، يبقى ده اعلى حاجه في الريزيستنس. يبقى ده كده اسمه تراي فيزيك هاي ريزيستنس، وده كده اسمه مونوفيزيك لو ريزيستنس. عايزك تلاحظ ملاحظه كده وخلي بالك منها، عايزك تلاحظ ملاحظه كده وتخلي بالك منها. في مثلث اسود هنا، في مثلث اسود هنا، في مثلث اسود هنا، في مثلث اسود هنا، ده اسمه سبيكترال ويندو، ده اسمه سبيكترال ويندو. ده من الحاجات اللي تقول لي ان الشريان ده سليم بنسبه 1000000%. دي حاجه اسمها سليم، ده كده الشريان سليم بنسبة 1000000%، الشريان ده سليم بنسبة 1000000%. تاني، ده كده ادي فيز 2 3 4، عندي سبيكترال ويندو موجودة، ده هاي ريزيستنت فلو بس زي الفل. ده عندي 1 2، الواحد فوق بيزلاين، في سبيكترال ويندو موجودة، مثلث الاسود، يبقى ده لو ريزيستنت بس زي الفل، لو ريزيستنت بس زي الفل. طيب لو انا جيت اعمل، لو انا جيت اعمل لور ليمب، لور ليمب ماشي، اللور ليمب بعمل مثلا البوبليتشال ارتري، الشريان بتاع الرجل بتاع الركبه، لقيته كده، لقيته ترايفيزيك، حلو ولا وحش؟ ده كده حلو ولا وحش؟ حلو ولا وحش؟ حلو. طيب بص كده، بص كده، بعمل الناحيه الثانيه لقيت منظره كده، بعمل الناحيه الثانيه منظره كده. سؤالي لحضرتك، سؤالي لحضرتك، المشكله هنا عنده في السيستول ولا في الدايستول؟ ايه اللي اتغير عنده؟ في السيستول ولا الدايستول؟ ايه اللي اتغير عنده؟ الدايستول، الدايستول اتغير عنده، بقى شبه الاورجنز المهمه ولا الاورجنز الاقل اهميه؟ بقى شبه الاورجنز المهمه، صح؟ الاورجنز المهمه. طيب سؤال لحضرتك، بص بقى ركز معايا، ركز معايا عشان الكلام ده عايز نوع من التركيز. انا عارف المحاضره النهارده، انا عارف المحاضره النهارده فيها جزء تركيز كتير، انا عارف، معلش بس مهم. دلوقتي انا بعمل، ادي رجل العيان، ادي رجل العيان، انا بعمل عند البوبليتشر هنا، بعمل عند البوبليتشر هنا، لقيت السيستول كويس والدايستول هو اللي اتغير، السيستول كويس والدايستول هو كويس، يبقى المشكله في المسافه A ولا المشكله في المسافه B؟
المشكلة في المسافة A ولا مشكلة في المسافة B؟ مشكلة في المسافة B. طيب بص كده، اللي يعمل لي الشكل ده في الهاي ريزيستنس بلاد فيزلز يعني بتاعت الابر واللور لم، ثلاث حاجات بحرف الحاء: حر وحركة وحرارة. ثلاث حاجات تعمل لي الشكل ده بحرف الحاء: حر وحركة وحرارة. يعني ايه؟ يعني عيان جاي لك بيعمل دوبلر معاك في يوم حر قوي، في يوم حر قوي، بيحصل ايه في اليوم الحر قوي؟ بيحصل فازو دايلاتيشن للفيزلز، صح كده؟ بيحصل فازو دايلاتيشن للفيزلز، وبالتالي فازو دايلاتيشن ده هيخليها لو ريزيستنس ولا هاي ريزيستنس؟ هيخليها لو ريزيستنس ولا هاي ريزيستنس؟ لما طالما حصل فازو دايلاتيشن خليها لو ريزيستنس، هيخليها تحولها لو ريزيستنس. طيب يبقى ده الحر. الحركة، عيان جاي لك الساعة 2 إلى 10 وحضرتك بتخلص الساعة 2 بالظبط، حضرتك بتخلص الساعة 2 بالظبط عيادتك، والعيان جاي لك الساعة 2 إلى 10، تمام كده؟ جاي لك الساعة 2 إلى 10، فجاي يجري عشان يلحق العيادة بتاعتك، وبالتالي عمال يعمل كونتراكشنز للماسلز بتاعت الكف. فالكونتراكشن الماسلز ساعتها بتتحول لأورجانز مهمة عايزة دم كتير ولا لأ؟ عشان عمال العيان يجري وجاي لك جري، صح كده؟ العيان ده جاي لك جري عايز يلحقك، عايز يلحق العياده بتاعتك. فالحركه العنيفه بتخلي الهاي ريزيستنس تتحول للو ريزيستنس لانها بقت محتاجه دم كتير، فعملت فازو دايلاتيشن كتير، تمام؟ معنى صح ان حضرتك لو شفت الحكايه دي في بيشنت مش هتخاف، لا هتقول اه ده ممكن العيان جاي لي جري او الجو حر او حاجه. الحاجه الاخيره الحراره، او نقدر نقول عليها الانفكشن، ان عيان مثلا عنده خراج ابسس، عنده ابسس، وبالتالي الابسس ده انت عارف لما يبقى فيه ابسس تلاقي الجلد حواليه محمر لونه احمر، اللي بيحصل هايبريميا او فازو دايلاتيشن، وبالتالي برضو بتقلل زي حالات السيلولايتس. يبقى انا لما بشوف ارتري السيستول بتاعه، ما الالاستيك ريكويل هنا موجوده، الالاستيك ريكويل موجوده بس اتغطت، ان كده كده الدايستول ما بقاش تحت، فاهمه؟ تاني يا شباب، الالاستيك ريكويل اهو، يعني هي كانت ثلاثه كومبوننت، الالاستيك ريكويل موجوده بس النقطه دي اللي طلعت لفوق فبقت شكلها كده، النقطه الثانيه طلعت لفوق والالاستيك ريكويل اتغطت بيها فموجوده برضه، تمام؟ يبقى ايه اللي بيعمل لي لما اسالك ايه اللي بيعمل لي اللي يحول low resistance بتاعت lower limb يحولها لمونوفيزيك؟ يقول لي ايه؟ ثلاث حاجات: حر، حركة، حرارة. ثلاث حاجات هما اللي خلوا لي الشكل ده الشكل كده. طالما مفيش مشكلة في السيستول اخاف ولا ما اخافش؟ طالما مفيش مشكلة في السيستول اخاف ولا ما اخافش؟ ما خافش. طالما السيستول كويس انا مش خايف، طالما السيستول كويس انا مش خايف. طيب يبقى تاني، انا ممكن يتحول عندي شريان كده لشريان كده، امتى تبقى واي فيزيك؟ الحركه ان عيان جاي لك جري، عيان جاي لك جري، عيان جاي لك من العياده جري، عمال يجري، فالماسلز بقت محتاجه دم كتير فعملت فازو دايلاتيشن، فعملت فازو دايلاتيشن، تمام؟ طيب لو سالت حضراتكم الويف دي اسمها ويف ايه؟ اسمها ايه؟ ويف كام؟ ويف انهي نوع؟ دي اسمها ايه؟ تراي فيزيك. انت ايه اللي رايك ناقص يتظبط فيها عشان شكلها حلو وشكلها واصل ببعض كده وشكلها حلو؟ ايه اللي ناقص فيها؟ ايه اللي عايز يتظبط؟ ممتاز، ممتازين. انا في حد قبليه قايل للجهاز لو سمحت امسح لي السرعات الرفيعه خالص اللي اقل مثلا من 2 سم بير سكند. فانا قمت قلت لهم بعد اذنكم حد يظبط لي الفلتر، حد يقلل الفلتر اللي حد مفلتره ده فيوصل لي الحاجات دي ببعض كده فيبقى شكلها تراي فيزيك حلو. تمام كده؟ فبس حد عايز يقلل الفلتر اللي حد مشغله من شويه. السؤال بقى الثاني، لو لقيت لو ريزيستنس اتحولت
لهاي ريزيستنت. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا لو هاي ريزيستنت زي الترايفيزيك تحول لو ريزيستنت قلنا مش هنخاف. طب لو لقينا لو ريزيستنت تحول لهاي ريزيستنت، حاجه زي الكاروتيد ارتري لقيته بقى هاي ريزيستنت، اخاف ولا ما اخافش؟ اخاف ولا ما اخافش؟ اخاف. كده المشكله في الدايستول، في الدايستول ولا في السيستول؟ كده المشكله دايستول ولا سيستول؟ دايستول. السيستول طالع زي ما هو، طالع شارب. طالما السيستول طالع شارب مش خايف منه، طالما طالع شارب يبقى المشكله كده ديستالي ولا بروكسيمالي؟ ديستالي ولا بروكسيمالي؟ ديستال ناحيه برين ولا بروكسيمال ناحيه الهارت؟ ديستال. يبقى افتكر دايما قاعدتك، قاعدتك الاساسيه، لو عندي مشكله في الدايستول اذا المشكله ديستال، سواء في الابر ليمب او في اللور ليمب او في الكارديت. لو عندي مشكله في الدايستول اذا ديستال، دايستول اذا ديستال، دايستول اذا ديستال، دي مع الدي، دايستول اذا ديستال. هناخد بريك، هناخد بريك الساعه دلوقتي اللي تلت، هنرجع الساعه 9 بالظبط. اللي عنده اي سؤال يبعت لي على الخاص، اللي عنده اي سؤال يبعت لي على الخاص. جزاكم الله خيرا.